انا بعت كل مجوهراتي وحطيت الفلوس في البنك وجبت لك شيك بيهم. معقوله؟ طب ليه عملت كده؟ لو ما عملتش كده محمود يبقى ايه معنى الحب؟ وانت متخيله يعني ان انا ممكن اخد الفلوس دي؟ ولي لا، مستحيل. ليه مستحيل؟ مستحيل طبعا كده. غريب امرك محمود، ده مشروع عمرك ومحتاج فلوس، وانا حبيبتك ومعايا فلوس، يبقى ايه المشكله بقى؟ ليه ما تفكرش بمنطق؟ ليه تفكيرك دايما فيه ده يصح وده ما يصحش؟ انا راجل وانت ست والحاجات دي. علشان انا مصري كاترينا. المصري حبيبي ما يضيعش حلمه عشان افكار مش سليمه. انت ما تعرفش انت ايه بالنسبه لي محمود. الو، انت فين غبي؟ ايه اللي جابك هنا؟ الراجل انت بعته عشان يقتلني طلع غبي حمار ما بيعرفش ينشن صبايا. طبعا كان لازم انقلها المستشفى. انت بتتكلم عن ايه بالظبط؟ لا ولا حاجه، على العموم انت عارف وانا عارف. يعني انت ازاي مش محرج وانت بتكلمني عن مراتي اللي كانت في بيتك؟ كاترينا مجرد صديقة. كاترينا غبية، ما بتعرفش تنهي أصدقاء. على ممسد الجنرال، خليك جنبها وحاول تحافظ عليها بدل ما تحاول تقتلها وتقتل غيرها. بما ان الكلام بقى عن مكشوف، انا بحذرك، الحظ وقف جنبك مرتين، مش معنى كده انه يقف جنبك المرة التالتة. ودلوقتي اتفضل من هنا. خير يا دكتور؟ الحمد لله، الرصاصة خرجت وحالتها بقت مطمنة، وهننقلها نقلها المركزة. الحمد لله. هذا نمشي دلوقتي؟ لا، لازم تحقيق. تحقيق؟ أنا تحت أمرك، أنا جاهز. أنا الجنرال إنيانوس، مدير الأمن العام اليوناني، وزوج كاترينا. أهلا وسهلا سيادة الجنرال، أنا هتولى كل شيء. تفضل. تفضل معايا سيادة الجنرال. مساء الفل يا محمود بيه. ازيك يا خالد؟ تفضل. تشوف حاجة؟ لا، ربنا يخليك شارب وكله تمام التمام. الحمد لله. طمني بقى، ايه الأخبار؟ صالة مزادات سندغمة اللي في الميدان؟ أيوه. مالها؟ يوم 26 الشهر ده هيحصل المزاد الوهمي على المركب كريستينا. المزاد كأنه سري ومفيش أي حد يعرف عنه حاجة. الله، طب أنت عرفت التاريخ ده إزاي؟ من دومونيك. مش قلت لك الواد ده جدع ويستاهل والله. اللي داخلين المزاد ده 3 شركات بس. منهم شركة مانولي والقبطان اللي أسسوها جديد، والشركتين التانيين هم مربطين معاهم طبعا عشان التمثيليه تتحبك قدام صاحب المركب الاصلي ويرضى بالسعر اللي هم محددينه. طب صاحب المركب الاصلي ما ياخدهاش ليه ويوضبها؟ دي عادات اليونانيين، طول عمرهم لو سفينه او عربيه حصل لها حادثه يتشأموا منها وما يركبوهاش تاني ابدا. بس مش دي برضه المشكله. المشكله دلوقتي انت هتدخل مين المزاد ونبقى احنا ضامنينه وفي نفس الوقت جنسيته يوناني؟ والله ما انا عارف يا خالد،
انت ايه رايك في دومونيك؟ لا انا لغايه كده ومضمنوش، ده في الاول وفي الاخر نشال، يعني ممكن يطمع او يشتروه او يروح يبيعنا او اي حاجه من دي، احنا مش عايزين نتورط يا محمود بيه. عندك حق. ايه رايك في اندريه؟ لا صعب، صعب قوي. الراجل اللي سمعته اسمه اذا كان هو ولا ابوه الله يرحمه ما اقدرش ادخله يعمل غطا عليا، يعني عيب يا خالد عيب. ام الحل ايه؟ سيب على الله. محمود 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 الحمد لله على السلامة يا كاترين. أنا إليانوس يا كاترين. فوقي اصحي. إليانوس. أيوة إليانوس. أنا فين؟ إيه اللي حصل؟ طلق ناري مجهول. مجهول إليانوس؟ ها؟ أمال أنت فاكرة إيه؟ إحنا لازم ننفصل. لما ترجعي بيتك نبقى نتكلم. مفيش بينا كلام. كل ده عشان المصري؟ لا، عشان حياتي مش ضمنها معاك. انا طب على فرض تفرقي لما تكوني معايا او تسيبيني؟ اللي عايز اعمله هعمله. مش عايزه اموت وانا كاترين إليانوس. الدرجات بتكرهيني؟ بكره الظلم والافتراء والخوف اللي عاش جوايا سنين. بكره رغبتك في امتلاكي وكاني لوح على جدار. عند اذنك لازم تستريح انت كده. اوكي انا همشي عشان عندي شغل وارجع لك تاني. خدوا بالكم منها. حاضر، بس اتفضل سنيور. ممنوع الزيارة. ممنوع ليه؟ سيادة الزيارة لسه خارج ولا يعني هو حلال عليهم حرام علينا يعني؟ محمود اتفضل حضرتك، سامحنا بالزيارة. محمود صباح الفل. صباح الحب يا أحلى حب في عمري. ألف عمد الله على سلامتك. سلامتك أنت حبيبي. إليانوس عمل معك إيه؟ كلمني في حاجة تساعدني. عندك حق، متأسف. عملت إيه في موضوع المركب؟ يعني هعملوا عليها مزاد وهمي. لازم تدخلوا محمود. أنت شركتي بالنص. إحنا؟ طبعاً، أنت دفع زيي بالظبط. أنا خايفة عليك. ولا يهمك اي حاجه، خليها على الله. المهم انت تقومي بالسلامه. الا بينا ما بقاش سر، إليانوس مش هيسيبك في حالك. انت لازم تاخد بالك من نفسك محمود، لازم تجيب حرس بودي جاردز. انا اذا كنت اتمسكت بالحياه وقاومت الموت فده عشانك انت. انت بقيت السبب والامل اللي بيخليني اعيش. انت ست جميلة ولازم تعيشي، ولازم تعيشي حياة اكمل وحب حقيقي. لازم تعيشي علشانك وعلشاني. محمود عيون وقلب وروح. محمود بلاش تزورني هنا تاني. عارف انت
انت عارفه انا فضلت مراقب المستشفى من الصبح لغايه اليانوس ما خرج. كان لازم اشوفك ولو 5 دقايق واطمن عليكي. لازم تمشي دلوقتي عشان خاطري. ماشي همشي بس طبيعي. امشي ازاي بقى وانتي ماسكه ايديا كده؟ ولا تحب اسيبهم لك؟ يا ريت والله اسيبهم لك. بمشي في الشارع من غير ايدين والناس تصبر عليا وتقول شوفوا الراجل من غير ايدين. عارفين سايبين ايدي فين؟ سايب ايدي عند حبيبته. ما تضحكنيش بتقلي. طب دلوقتي اطمن عليك ازاي؟ انا لما اخرج هكلمك عشان اطمن على موضوع المركب. خلي بالك من نفسك، اليانوس اخطر مما تتصور. انا عايز اقولك حاجه بقى، انا في حاجه لله. اي أيوة والله، اللي يجي عليا ما يكسبش ابدا ابدا.